أسعار النفط هي بورصة عالمية تتأثر بالمتغيرات السياسية والعرض والطلب والأوضاع غير الطبيعية، فبالتالي يعني احنا بالنسبة للتنزيل يعني كميات التصدير هي من أجل الحفاظ على الأسعار، وهذه سياسة أوبك طبعا، لكنه بالواقع عمليا هل احنا راح نتأثر بهذه التخفيض؟ اكيد بالتاكيد راح نتاثر، والمواد راح تتاثر، وبالاضافه الى عمليات التخفيض اضافه الى نزول اسعار النفط عالميا، بالتاكيد ايضا اكيد راح يصير انعكاس على الموازنه، وعلى اعتبار انه موازنتنا احنا اكثر من 87% هي معتمده على النفط. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى احنا بصراحه حاسين عمليه تمويل العجز الموجود بالموازنة من فرق سعر البرميل اللي هو بين 70 المثبت بالموازنة وما زاد عن 70، هذا الفرق هو لأجل سد العجز بالموازنة. لكن الآن النفط يعني نزوله بالتأكيد سيؤثر بشكل مباشر على سد العجز، إضافة إلى التزامات الدولة في مجالات أخرى قد يؤثر عليها نزول الأسعار وتخفيض كميات النفط المصدر.